بدينا نجهز ان شاء الله. تهدي التكريم ده مين؟ تكريمي انا؟ اهدي امي. انا دايما بسبب ان في حاجه هي مش طبعا يعني انا صغيره بالبيت متوهج ايه ما سبتنيش طبعا. فعلا انا بحس انها بالنسبه لي انا احنا مع بعض كتير قوي، فانا بحس دايما ان كل حاجه زي دي هي موجوده. ربنا يفرحك ان شاء الله. مبتدا.com